طبعا يعني من الأجواء السعيدة للأجواء بقى اللي مش قوي. ليه؟ لأن طبعا حضراتكم عارفين ان احنا دايما بنحب انكم تبقوا عارفين كل الأحداث السعيد منها والغير سعيد كمان. لازم نبدأ حلقتنا النهاردة بأول خبر، وهو للأسف الشديد خبر مش حلو ومش لطيف، لأننا لازم نعزي في هذا الخبر أسرة الرئيس الراحل أنور السادات، أسرة الرئيس السادات وأسرة كمان دار الهلال والشعب وكل الشعب المصري طبعا في وفاة الكاتبة الصحفية الكبيرة سكينة السادات. السيدة سكينة السادات رغم ظهورها في بعض المناسبات الوطنية المرتبطة باسم الزعيم الراحل أنور السادات، ورغم الأحاديث اللي أجريت معاها، لكن كتير من الناس وخصوصا الأجيال الجديدة ما يعرفوش عنها غير أنها أخت الرئيس السادات، ولكن هي في الحقيقة من أهم الكوادر في تاريخ مؤسسة دار الهلال، وده مش عشان مكانتها الاجتماعية أو لكونها شقيقة الرئيس السادات، لكن هي فعلا صحفية مهمة. أنت عارفة يا دينا، أول موضوع عملته كان حوار مع الملكة فريدة طبعا، وكان سابق صحفي ليها وخدت مكافأة 500 جنيه على فكرة ده 500 رقم. جنيه وقتها بقى ده طبعا. كان رقم يعني، لأن كانت لسه كانت لسه منفصلة عن الملك فاروق، فكان حدث كبير إن هي تجري لقاء صحفي يعني. صحيح. طبعا أكتر ما يميز هذه السيدة وعائلة الرئيس السادات بشكل عام إنها كانت ست مكافحة الحقيقة، يعني اشتغلت وكأنها يعني متصلة بكل الأجيال، بكل أجيال المؤسسة اللي هي ابنتها، وهي يعني ده معناه ان هي فعلا كانت دايما صادقة في دوافعها وفي انتماءاتها، وزي كتير من سيدات جيلها تزوجت بدري جدا وانجبت بدري جدا، فوالدتها ساعدتها في تربية اولادها علشان تقدر تشتغل، يعني كانت الحقيقة نموذج حقيقي للسيدة المصرية المكافحة. احنا معانا هاتفيا استاذه سمر الدسوقي رئيس تحرير مجله الكواكب ومجله حواء، وهي من الاساتذه اللي عصروا الاستاذه سكينه السادات وتعرف عنها الكثير. استاذه سمر مساء الخير. استاذه سمر مساء الخير. يا سمر، الو الو، مش هنحاول نكلمها مرة تانية بالضبط، لأن احنا عايزين نعرف ايه أبرز اهتمامات الراحلة سكينة السادات، ايه الحاجات اللي كانت يعني بتحب ان هي تطرقها وتتطرق ليها في كتاباتها الصحفية، وعلى مدى السنوات الطويلة اللي فاتت اكيد تطرقت لموضوعات كتيرة مختلفة، وعايزين نعرف برضو هل هناك مواقف شخصية إنسانية يعني أبرز ما كان يميز الكاتبة سكينة السادات. هل سمر رجعت لنا تانية؟ طيب نكمل كلام في المواضيع اللي عندنا النهاردة لغاية لما التليفون ترجع لنا مكالمة سمر. أوكي. الحقيقة الموضوع برضو مش حلو المفروض نتكلم فيه دلوقتي لنا ولا دينا الحقيقة، يعني عايزين نتكلم فيه، كنا ضد نتكلم فيه تماما، بس في الآخر يعني نجمة كبيرة ونجم كبير، والموضوع دخل كمان في أبعاد صحية الناس كلها دلوقتي بتتكلم عنها، ودكتورها طلع صرح تصريحات كتير متعلقة بحالتها الصحية، واعتقد ان هو ده اللي احنا محتاجين نركز عليه الفترة دي. ولا المشاكل ولا الخناقات ولا مين قال ولا مين عمل ولا مين ضحية ولا خالص. انا من وجهة نظري انا هتابع الحالة الصحية فقط لا غير، هسد وداني عن اي قصص تانية. طيب يعني سمر الدسوقي معانا، واستاذة سمر مساء الفل. مساء الخير يا فندم، على حضرتك وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا وسهلا. يعني استاذه سمر قولي لنا كده للناس ما تعرفوش عن الكاتبه الصحفيه الراحله الله يرحمها يا رب ويحسن اليها سكينه السادات، سواء من الناحيه الانسانيه او الصحفيه، ايه اللي ما نعرفوش عنها؟ مساء الخير على حضرتك، وطبعا البقاء لله، ربنا اول حاجه نقولها ربنا يرحمها ويغفر لها وان شاء الله تكون في احسن مكانه. ممكن انا ساعدني الحظ طبعا من خلال انا طبعا التحقت بمجله حواء منذ عهد الكاتبه الكبيره استاذه اقبال بركه استاذتنا كلنا، وكانت استاذه سكينه السادات طبعا هي كان ليها مكتبها في مجله المصور، واحنا صغيرين بقى كنا دايما ننزل نسلم عليها ونقعد معاها الحقيقه، حتى
هي كان ليها اساسا باب في حواء اسمه لمحه. الباب دوت عايزه اقول لحضرتك وحتى هذه اللحظه وحتى وفاتها وهو بينشر في مجله حواء، لان هي طبعا في من مرحله طويله جدا، والحمد لله ان اسعدني الحظ ان هي تستمر كمستشار للتحرير بمجله حواء. عايزه اقول لك ان احنا لما كنا بننزل المكتب ده كان اصحاب الحالات هي بتعالج فيه طبعا المشكلات طبعاً الاجتماعيه، فكانوا اساسا بيروحوا لها بنفسهم. احنا نفسينا ما كان بيبقى عندنا مشكله واحنا صغيرين كنا بننزل لها. خلال فتره بقى تعاملي معاها لما توليت رئاسه التحرير من 2017 وحتى هذه اللحظه، وهي طبعا كانت مستشاره التحرير، عايزه اقول لك يعني انا زعلت زعل امبارح. الست دي اولا كانت مواكبه ليل ونهار لعملها حتى رحلها، يعني لغايه اسبوع اساسا مضى وقبل اساسا دخولها المستشفى للعلاج وهي كانت تتصل الحاجه نزلت، الحاجه اساسا كويسه، طب وصلتكوا، طب انا اساسا قريتها، كانت حريصه، وده اللي زعلني جدا. طبعا هفتقدها ان هي اسبوعيا لازم تكلمك ولازم تدعي لك، ومش انا بس، كانت كل العناصر سواء مثلا صحفيين اداريين عمال على طول متواصله تتصل بيهم تشوف مشاكلهم تدعي لهم. بابها كان وألمها كانت حريصة عليه جدا. يعني لو جينا في مرة مثلا بنعمل عدد خاص ونتيجة لظروف المساحة ان الباب بتاعها مش موجود تتصل، لا يا جماعة، لا ده انا ليا اساسا قراء، لا ده انا حد كان باعت لي مشكلة. عايزة اقولك حتى راحلها الله يرحمها من اسبوع وهي بتتابع وبتقرأ وبتحل مشكلات. وبعدين ابسط حاجه النهارده الصبح واحنا طبعا بنتابع لان احنا في انتظار طبعا العزاء بتاعها، اصغر عامل بيكلمني عشان يقول لي انا مش عارف اعمل ايه ونروح اساسا لمدام سكينه عشان نشارك في الجنازه والعزاء ازاي. الحقيقه هي انسانيا كانت ست جميله جدا ومتواصله مع الجميع، وكانت صحفيه قديره. شوف يا فندم، عايزه اقول لك حاجه، طبعا مع اختلاف الزمن والوسائل التكنولوجيه وظهور المواقع وايضا واحنا طبعا عندنا مواقع الكترونيه وصفحات اساسا على مواقع التواصل، بابها يعني حتى هذه اللحظة لم ينجح أحد في كتابته بمثل هذه الصياغة والأسلوب الجميل الجذاب اللي يخليكي، أنا شخصيا كنت بقراه من أوله لآخره، لازم تقريه عشان تعرفي المشكلة شكلها إيه. كمان كنت بحب فيها جدا 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 عشقها وحبها لسيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية ومصر. يعني في أي مناسبة سواء 6 أكتوبر 30 يونيو لازم تتوجه في بداية المقال بتاعها، على الرغم ان هو مقال اجتماعي بالتهنئه لسياده الرئيس والتهنئه اساسا لاسرته والدعاء اساسا ليه. الست دي كانت محبه لمصر بدرجه كبيره جدا.